الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد أيضا قاعدة: من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا. من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا. فالتغطية إذا توفر فيها هذان الشرطان وجبت الفدية، وأما إذا اختل شرط منها فالفدية لا تجب. الشرط الأول قال بملاصق، وبناء على ذلك فلو غطى الإنسان رأسه بشيء منفصل عن بشرة رأسه كالمظلة أو سقف السيارة، هذه تغطي الرأس لكنها ليست بملاصقة، فلا فدية فيها. فأول شرط من شروط الفدية في المغطى أن يلاصق بشرة الرأس، والثانية قوله معتاد، أي جرت عادة الناس بأن يغطوا رؤوسهم به. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان غطى رأسه بما بملاصق غير معتاد فلا فدية عليه، كالذي يحمل متاعه على رأسه أو يحمل ثيابه على رأسه. أنتم فهمتم هذا؟ أو يحمل صندوقاً على رأسه، أوليس غطى رأسه؟ الجواب بلى. أوليس ملاصقاً؟ الجواب بلى، لكنه ليس بمغطى معتاد. لم تجري عادة الناس أن يغطوا رؤوسهم بمتاعهم، لكن لو لبس طاقية هنا توفر فيها الشرطان: غطى رأسه بملاصق معتاد. لو لبس طربوشاً هنا توفر الشرطان. لو لبس عمامة هنا توفر الشرطان. لو غطى رأسه بطاقية البرانس أيضا توفر الشرطان. فإذا ليس كل شيء يغطي به المحرم رأسه يوجب الفدية، حتى يتوفر فيه هذان الشرطان: أن يكون ملاصقا وأن يكون معتادا.